يلا، السلام عليكم يا عيال، رجعنا لكم من جديد. انا واخوي الصديق الغالي والغالي مسعود. اليوم رح نلعب معكم بالتيه من هجول وطرفة تونس. هاي سعود. اوكي بس خليني اعزب شيل ابوك الحين. صوتي واضح يا عيال؟ لا كفو يا الديب. اقول لك اعطيني هالشيء ولا شيء؟ طلعت ايه. يلا يلا جاي احط عشان لو حتى اللاعبين. يلا يلا جيت والله بس اسوي هالشغلة ارجع. شيخ الزرق يا رجل. يلا ها جيت. ها الملابس الحالات. اقول لك يلا نروح نجيب اسلحة. شيخ هذا الزلف ولا هندسة؟ يلا الصوت اوضح يروح يجي صح؟ ها يا سعود. ها ها تعال صورك يا لعب يا الديب كذا. اوكي راح صورك هيك. كفو يا الديب. اقول لك بس انا على المقر لما نجلس يا خنت كيلو ولا ايش كان بي وكان بهذه مرة سهل مرة تنفع هذه. أقول لك شنو سيارة والدك؟ شلون؟ شنو نوع سيارة والدك؟ وش نوعها؟ كريلا زي هذه. والله؟ يلا. واو. لما أنا هونداي. شنو هون؟ قوم على هذا دقيقة. يلا راح نزل استنى. وين؟ انا بقوم على ذا. وين الامبولانس؟ لو يحطوا لنا شخصية الامبولانس احلى. هاي
لو عندك وزنية السرعة الصاروخية بهالسيارة والله عظيم تكفر. اوكي راح احط لك اياها. جرب حطها. دقيقة خليني بجرب حطها، خليني بحطها على اليسار. اقتل اليمي، اقتل اقتل. ما عندي سلاح. ما يمديني اطلع سلاح اصلا. يا سباتي لا اطلع من السيارة دقيقة بس عشان اقدر انتقل لك. شنو هو؟ وقف واطلع من السيارة بس دقيقة عشان انتقل لك. اعطيك حسابي؟ لا 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 وقف واطلع من السيارة. اوكي اوكي واطلع منها ثانية واحدة بس عشان يبدينا انتقل لك. شنو هو؟ اقول وقف سيارة واطلع منها عشان يديني انتقل لك. عشان شنو؟ الطقطق يا وري. قلت ليش ما تقول؟ قلت من طيب. مو بعلي الحركات هذي. ها يلا اطلع من هين. اطلع من اطلع من السيارة. ما تبغى تطلع يعني؟ طيب والله اطلع. والله انا حضرتك. علي
هولي شيت صعبة تثبتي؟ شيت جبت العيد انا يعني تنحاش من البداية. قلت لك اطلع من السيارة عشان ارجع عشان اقدر اجيك. ما تسوي لك؟ تعال اكيد. تعال تعال عندي. بالضبط. الله أكبر تعال يلا يلا جاي خرب على مين هذا استنى استنى شوي تقوم شوف الحذاء اللابس الله اكبر مطقم انت يعني ولا شلون في قاعة المظاهر عندك هذا ايش عندك؟ ايش عندك؟ تستهبل زي قلت تقول لي يونس تستهبل لا ما في عندي سيارة ليش؟ بلاك حمار انت خربت علي ما عندي سيارة انت عندك سيارة؟ قول لي سعود ليش ما يبينوا السيارة عندي؟ طب عمي الو سعود الو شيت سعود ليه ما عندي سيارات انت عندك سيارات؟ دقيقة دقيقة سعود سيارة السفر مبين عندك؟ ايه ايه صح مبينين سفارة السفر؟ ايه ايه ولا لا؟ ها؟
انا ما عندي ليش يعطيني سيارات عادية؟ يس صح صح شنو هو صح؟ يعطيك يعطيك سيارات عادية صح؟ صح صح ما فهمت ما فهمت يعني صح الكلام يعطيك سيارات صح صح يعطيك سيارات عادية افهم صح 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 اوكي Oh shit! Get the water, nigga! Blah! وينك؟ ها هذا Hey Kush, get the fuck out of my way. Alo, yüzbaşı. You'll be the one clip next time, pal. Don't touch my probe, Dumbo. Look out! Hey, look where you're going, prick! Hey, Kush, get the fuck out of my way! Lou. Hey, who do you think you are, prick? You'll be the one clipped next time, pal. Are you? Hey, look out! Where you going, prick? Did you get to that?
معلش 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 ركب بسرعة ركب ركب يا حمارة والله بيكون علي دقيقة خليك خليك راكب بسرعة راح نخرب عليها سعود هلا هذا أنت الله يصلحك اركب اركب جيت والله جيت استنى تعال اكي شوف عمو سعود تعال شنو عندي خليه عضك تعرف شنو عندي يا سعود؟ كلب كلب خلي عضك دي 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 عندي نصيحة لك خليني أبدأ عشان تعبى طاقاتك لا عشان تعبى طاقاتك كاملة شنو؟ أقول عشان تعبى طاقاتك شلون بطاقات يعني؟ هلسك تعبى كامل فهمتك شو هذا؟ شت صارت المروحة وقاعد اكل شت Hold.
ادعس كلكم يا رجل. كنت ماشي على اسرع شيء تعس واحد طار ما ادري وين. يا اخي انا بسوي تجميع على المقطع. ايه سوي كفو. مش الحبايب يجب المقتلين. والله يعلمني بزر ما خليت احد من هذا. صدق شلون تسوي اللي في حق الماني؟ اوكي شلون تسوي الفلوس اللي عليها لون احمر؟ ما فهمت. امشي انا على اخر شيء واكف. حرام عليك. احدث شكله كمان شوي بتكونك ما تعرف. وين رحت؟ اي والله ما امشي. يا الله اخذ الخرطوش ابي خرطوش. Thank you.
يا ويل تفجرت. شت شنو صار؟ اشرب معي اسلحتي. Oh, you think you tough? You. Asshole. What can I say? I'm a bad man. اوصخ Hey Kush, get the fuck out of my way. Hey, who do you think you are, prick? Just done messing around. But what the fuck? Like a girl. Oh, starting. I'm gonna get a place ready for your body. Oh, look out! Oh, the trouble, huh? Get out of here, Paul. Hey, I'm about to close the book on you. You were in the way. I know it seems bad, but it could be worse. Next time, pal. Yalla, yalla. Yeah.
شيء، اتوقع اني ما اخذ، ترى اخذها. يلا تعال وينك انت؟ اجي عندك. اسمه يلا يلا اجي يلا تعال منتو بغير سوخر الله التربة الخاصة كل عام وانتو بعز البطيخ سكران كل عام وانتو بعز البطيخ في بس اقول لك سعود يلا يلا اجي مالك جاي بيذبح لي الحمار ذبح نفسه فيطي يبع نحط هنا يزواجه اه يا مالك شنو هو؟ كيف عم بطاقاتي؟ ما ادري يا رب يا رب كلت
حاول قلت لي اسمك عستيم اجي عندك يلا خلصت مالاس ملاس قلت لي اسمك اجي عندك تبي دقيقة بتعمل والله اني مقصد بس نصرف شيء قلت لي اسمك ليش سمعت؟ شوف بكتب 1 2 3 اوكي You should back down and run away. اكتب كمان مرة 1 2 3 اللي سمعت 1 2 3 4 اكتب 1 2 3 4 1 2 3 يا الله ما لحقت وينك ما لحقت على ايش اكتب واحد كبيرة واحد 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 خلاص انا بجيب بس بتلي بتلي اسمك اكتب كمان مرة وخلص والله والله شوف كذا انا بكتب يلا بسرعة انا برسل لك شو اسمه طيز واحد يقول طيز استغفر الله شت والله اسمه خالد يا خالد ما شوف هذا اوكي كفو تلحق ايش يقول له؟ يقول له لحس ما اخك اتفق ما اعرف يا قاعدين يسبوا بعض انت سبوا هذي يلا وينك كان يجي ما عندك تبي استنى الحالات خليك فيه لو تسوي شيء خليك لا تطلع ما اقدر اجي عندك تبي مرة ثانية لا تطلع لا تطلع لا تطلع لا تطلع شنو هاي الله ليش تطلع يا حمار؟ لك شيء؟ علات الشاحن حصل تم الدعس شت اقول لك اسعد الحين اجي اوكي بريك دانس Thank you.
تعود. يجي واحد يقتلني رح يروح يلعب حاله يلعب خالته خالته الشقره فريحه رح يلعب خالته الشقره واسمها فريحه كل عام وانتم بطيزه بخير اقلك شغلنا غاني يا ابي هيك يحكي المغني اول مسابقه كل عام وانتم بطيزه خير والله شو اول ما تسمع هيك اخذها احسن لك شت اذا حد يقتلني شت 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 طيزك يقول له انتبه خشيت من حسابه اطير طيزك انتبه بوك شات وش ده؟ راعي انك حسابي والله قاعدين يكتبون بساحة المعركة قاعدين يحطوا بساحة القتال قاعدين يقول له بطيزك وهذا اول ما يدخل شنو؟ بحسابك من جرس يهك جيج يهكرك يا اخوي بطيزك يا ولد يا ابن بعدين بختصبوا بعض تعرفوا واحد بختصبوا واحد واحد هاي ثلاثة ستة بختصبوا بعض ثلاثة على ثلاثة ثلاثة عيال ستة عيال بتختصبوا بعض يا الله دست حرف الشي بالغلط شد ودمي لو اتش بي والله خطر لا 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 والله يجي واحد يطيرني دمي لو اتش بي والله راح على النهار انا تي لو اتش بي والله يجيب لي دم واشعل هذا قاعد بيسبون بعد يقول له لا تزعل اشي بيطيزك تستلم الطارد دواعش يا عورهن بدهم يشي يعورهم الشباب مجنون انت
كل عام وانتم بخير. اقول لك في سرقة البنك شد، خلت جينا البوليس الدورية لك يا عمي. استنى كاد احكي واحد عراقي. اوه ماي جاد ايش سويت؟ تعال تعال سرقة البنك بسرعة بسرعة، تعال نسوق فلوس. أنا أشوفه. وين وين كيف أدخل؟ تعال سرقة البنك. تعال سرقة البنك يا سعود. كيف أدخل سرقة البنك؟ تعال سرقة البنك يا الله تعال مساعدتك بسرعة ناخذ شوف فلوس F6 سرقة البنك رقمها 18 بسرعة. ايه F6 بعدين وش رقم 18 اضغط عليها يعني؟ ايه طيب دخلت شو اسوي؟ وانا فلوس
تعال تعال دحش شوي واحد عراقي. فزعة ولا ضدي؟ Don't touch my crow with Dumbo. هاي تعال 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 خلك كيف نصف البنك. ها ها مش عارف اسوق الدباب. طب كيف كيف رحت على البنك ايش سوي هناك؟ الو يا الله لض... رحت على البنك ايش سوي؟ عليك خواتم الحين ها ها تعال ما تروح حق سرقة البنك انا اقول لك مكان وتيجي علي اوكي ما تروح حق سرقة البنك كله عصابات ما يدخلوا حدا بالبنك تعال قاعد احكي مع واحد اقول لك استنى شوي اوكي
ويل كم باك. وزع فلوس. كم؟ اقول لك سعود وزع فلوس والله 49 مليون. عجاني انا بعد. هاي فلوس بتعرف الحين كم؟ كيف وين كانت؟ اقول لك شنو يعني لدع ليدع؟ شنو معناها؟ يعني عند البنك ولا شنو ليدع؟ ليدع شنو معناها؟ لا شنو معناها اخوي؟ ليدع سحب سحب ويدع شنو يعني يدع؟ يعني شنو معناها؟ يعني كذا يعني اعطيه هند فلوس؟ ايه كل الفلوس وداعا. هل داخل بيت؟ يلا نشرب بيت؟ يلا. نعم 250 مليون كم وياك؟ وينك؟ انا بال تعال عندي تبيعي لما اسوي لك تبيعي حط فلوسك خارج البنك نحطهم شات 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 اوكي 1 9 4 4 واتشي جيت اوف مي خطية هذا عراقي اعطاني فيسبوك حقه وما ما ضافني يقول لي ابي فلوس ابدا افجر المكان تعال تعال يلا تعال 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 طلعت نيتا اوه نقص فلوسي شت فجرنا البنك نقص فلوسي شت 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 شلون بدي ارجع فلوسي؟ خرج البنك اوكي راح شلون بدي اشيل اللون الاحمر؟ ها سعود شلون؟ اللون الاحمر شلون؟ الفلوس سعود ما شاء الله محتب السواق going prick
جيت. وين الفلوس؟ هذا عراقي. لازم ليش؟ شو مسوي؟ تعال وراي بدي اسال الجماعه ما اسوي له شو قلت له حولك الفلوس وطفت على الفيسبوك ما قدر لي. تعال وراي تبي ايه؟ بدي اخلي حد يساعدني. ما تعال تبي ايه؟ خلينا نخرب له سيارته. سعود ما عندي نسخة ما عندي جامعة. اطلع من السلامة عشان انت ادخل. تعال تبي ايه؟ تعال بسرعة. امشي يا رب. تعال تبي ايه؟ عندي الارجع. اوكي فجرت له سيارته اللي عدل عليها. يا حرام يبي مساعدتي فجرت له سيارته. شراها مليون ونص. يا ولك سعد خربت له سيارته شراها 2.5 مليون. يا بيت ايه شفت السيارة الشوفرليت عارضينها بالمعرض 2.5 مليون. ايه راح عدل عليها وزوكها وهاي ويقول لي بحياتك ابي انا مساعدتك. قال لي ما ادري شو سوي فيها حطيتها بنترو قبل هذا وهو مكفل السيارة. اوه الله يقادع. لا 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 ما تقتله خلي اسأله. لا يا الله ما تقتله يمكن تساعدني. ما يمرض الحمد لله الشكر. قولي وين ساعدني وراح يلمها. والله حرام يا حرام اخذت له السيارة من المعرض اغتصبه. ليش اغتصبته؟ تعال شو تعال شوفوا لنا يا جماعه نغتصبها. تعال
بي عليهم. ها لا لا يا سود ما تقتله، اعمل معه مصلحة، ابي اعمل فيه مصلحة. ملك ايش تقول له؟ تفتح لك تعرفه؟ You little punk. من ذا؟ لك سعود مين هذا؟ سعود؟ جاي تخبط على العرب؟ نقول لهم يا اخوات الشرموطة ابو سعد ما يردون. مجنون. اقول لك خذ السيارة سعود، خذ السيارة تعال فجر له اياها. اقول لك هاي من المعرض بي ام. سحب الكوبوت. تنقل علي بشرفك. سعود ليش ما نحط شخصيتنا مخفية ونقتلهم؟ الو الو ايه الو الو اقول لك ليش ما نحط شخصيتنا مخفية ونقتلهم؟ وين؟ زبدة انا زهقت صراحة.